عندك فكرة على مسابقتنا اليوم؟ لا والله ما عندي فكرة. نعطيك الفكرة، إن شاء الله سهلة وإن شاء الله تكونين من الفائزين. إن شاء الله يا رب. طبعاً معانا ونواف وراح تحاول أنها تساعدك. حبيبتي ما راح تقصر معي. أنا عندي هني ثلاثة ظروف. أوكي. كل ظرف فيه أسئلة وفي ظرف واحد مكتوب عليه مبروك، يعني تفوزين على طول من غير أسئلة. عاد أنت وحظك. أنا حظي. إن شاء الله حظي مبروك. لا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نقي واحد. اللي بالنص. خير الأمور الوسط. وسط صح. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هني مكتوب الكلمة أوكي. ومعناها، ما معنى كلمة العنقيشة؟ شنو العنقيش؟ وأنا بسهلها لك، ترى هي ثمرة قديمة بالكويت. ثمر تمر؟ تمر؟ ايه؟ غير التمر؟ لا. موجودة ويانا بهالقعدة. ايه كنار؟ الكنار؟ صح؟ الكنار، ايه؟ بس هي العنقيشة مو الكنارة. العنقيشة اللي هي طعامة الكنار. الكنار، الكنار. أي الطعام اللي داخل ويضربون فيها المثل أحياناً. شو يقولون؟ واحد يقول أنا مكسر على رأس العنقيشة. العنقيشة هذه كأنها حصمة ما تتكسر بسهولة، معناتها الشخص اللي يقول هالكلام إنه مر عليه صعاب ومشاكل وبلاوي. عشان كذي سموها. متحمل. أي عشان كذي سموها العنقيشة. عاد أنا ما أدري الحين شلون. تستاهل. تستاهل. تستاهل الطيب. تستاهل الطيب ما قصر. نبطل البشتختة. وعطها. وداخل البشتختة. أنت كريم وهي تستحق. ما تقصرون. وداخل البشتختة. وينك كح؟ والله وناسة واحد يتعبث بالمشتخطة الصراحة. تفضل أختي. يعطيك العافية. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يعطيك العافية ما قصرت. شرايك بمسابقتنا؟ عجيبة. شرايك بضيفتنا؟ حبيبة وغالية والله، دخليها يحفظها يا رب. بس إحنا ترى قصد منها مو الربح المادي، القصد المعلومات اللي فيها. معلومات صح. إيه؟ صح. منكم يعني نستفيد. ما نعرف، لأن احنا صح. ما يعرفون شنو العنقيش ولا العنقيشة. ما نعرف. أنا وحدة ما أعرف. أي مو بس أنتي، حتى الجيل اللي قبلك يمكن ما يعرف. حسن. حسن. حسن عرفت شنو العنقيشة؟ طعامة الكنارة. يعطيكم العافية ما قصرت. شكراً.